بالحقيقة إدارة الشرطة كما وعدت جمهورها من الموسم الماضي وتكمل المسيرة هذا اليوم ببناء فريق قوي قادر على إحراز الدرع، واليوم احنا فريق قادر على الحفاظ على الدرع والمضي قدما نحو البطولة العربية والآسيوية. أيضا إدارة الشرطة أكملت تعاقدها مع الكابتن صفاء هادي ليكون جاهزا للدفاع عن ألوان القيثارة في هذا الموسم، وهذا موسم دكتور الإدارة. وأيضا يعني ايضا وعد اخر راح يكون انه مو هذه الصفقه الاخيره، عندنا بعد صفقتين ان شاء الله للمحترفين نوعد بهم جمهورنا ان شاء الله يكونون على قدر دكتور عدل. نعم. صفا موسم واحد ان شاء الله، تفاصيل العقد يوم غد راح تعلن كامله على المركز الخبري لنادي الشرطه، يعني ما راح تعطينا القيمه الماليه. لا لكن راح اقول لك عباره يعني حتى تعرف كل جماهيرنا الرياضيه انه صفاء هادي ليس بالقيمه اللي راح تتداولها المواقع، يعني متوقعين احنا راح تكون خلاص اقطع الشك باليقين واقول هل قد عقد صفاء حتى ما حد يسولف بالموضوع. عقد صفاء تعرف دائما احنا ادارتنا موضوعه العقود الماليه تخلي اللاعب هو يعني هذا رزق اللاعب، لكن ابشرك واطمئنك انه لا يتجاوز قيمه لاعبي الشرطه بشكل عام، واحنا اعتقد اعلنا عن السقف المالي للاعبي الشرطه، وصفاء هادي راح يكون يعني حاله حال بقيه لاعبي الشرطه، عقدهم المادي لا يتجاوز عقد اي لاعب لاعبي الشرطه، وان شاء الله ضمن السقف المالي المنطقي والمعقول. جيد. من خلال برنامجكم ايضا نطالب انه كل الاخوان انه يحترم موضوع الاحتراف، وهذا شيء يجب انه نتعامل به بنقابه الاحتراف في خلال الفتره القادمه. صفاء لاعب مهم، لاعب منتخب وطني، علينا ان ندعمه خلال المده القادمه لانه يمثل الشرطه في بطوله عربيه واسيويه، وايضا عنده استحقاقات مع المنتخب الوطني، لكن ان شاء الله نتمنى من خلال برنامجكم كل التوفيق لصفاء في تمثيله لفريق الشرطه، وان شاء الله يكون اضافه حقيقيه للفريق.